الطريق الوطني رقم 50 أطول طريق على المستوى الوطني، وإن كان أفضلها من حيث تعبيد الطريق، إلا أنه لا يخلو من معاناة كبيرة نتلقاها مستخدمي الطريق. فقد حصدت الطريق أرواح المئات على مر السنين، كما تسببت في إعاقة الكثير، سببها التهور في السياقة والإفراط في السرعة، كما سببها الأكبر كذلك انعدام مرافق للاستراحة على طول الطريق والتجوال العشوائي للإبل صباح مساء. الجمال في الليل بزاف، رم بزاف ياسر، رانا نعانيو من الجمال بعد هي الليل. باقي تجي خارج فراش تلقى الجمال ما عندك وين تروح، فهمت؟ هما نطلبوا منهم يديروا لنا البوند هذيك، بعد كي يضرب الضوء في الليل في الجمال يبان. اول حاجه هو الريزو، دوك حنا ملي تخرج من بولعده لهنا الخبي ما كاش الريزو، والريزو على بالك دوك اوبليغاتوار تليفون، لو كان واحد تطيح اون بان صرا اكسيدون صرا شي حاجه ما كانت كدير كتصل بالناس، تقعد تم مادام الريزو ما كانش تما تقعد. شوف هذا الوقت اللي رانا فيه دوك، انت تخرج من عبادله ما كان والو، حتى بولعده من بولعده تعاود جينا لحاسي خبي ما كان والو، من حاسي خبي ثاني تعاود تمشي راك تشوف شوف بروبليم تاع الريزو. الريزو مشكله كارثه، البلايك ناقصين، ماذا بينا يديروا لنا كاش اوتوروت والله توسع شويه الطريق ما تخلقش فيها الحوادث ياسر، والكرواز موراي ياسر سيرتوها مع الكماين هذو الكبار. محطات نتاع محطات الناس سكيت قاري والله سبحان الله، وخاصهم يديروا طاروت طريق وحده وطريق تدي وتجيب. في كثير الأحيان تنعدم التغطيات الهاتفية في الطريق، مما قد يتسبب في فقدان أرواح أثناء الحوادث المرورية. تغطي مؤسسة موبيليز الجزء الأكبر من الطريق، إلا أنه يبقى أجزاء كثيرة بدون تغطية. كاين ريزو واحد يتمشى هنا موبيليز، كاين اللي ما عندهاش، كاين اللي دي فوا جيم بلاصة بعيدة ما على بالاش وما عندهاش. هي طريق موت، فقد حصدت الكثير من الأرواح، كما هي طريق حياة، فمن هنا تمر مختلف البضائع والسلع والمواد الغذائية. ليبقى الطريق الوطني رقم 50 ينتظر التفاتة تنموية توفر مختلف المرافق وتبعد مختلف المخاطر. خلق طريق ازدواجية وإبعاد الإبل عن الطريق أو وضع إشارات ضوئية عليها، توفير محطات استراحة على مسافات متقاربة، خلق تغطيات هاتفية لمختلف الشبكات عبر كل الطريق وغير ذلك، هي كل أغلب المطالب التي يتمنى ساكنة تندوف ورواد الطريق الوطني رقم 50 تجسيدها على أرض الواقع في أقرب وقت.